اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه في السادسه. والحقيقه اسمحوا لي قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا النهارده اقول لحضراتكم مجموعه من الاخبار المهمه. الحقيقه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي بيقول انه رمضان صبحي لاعب الفريق الاول في النادي لن يتم حسم مشاركته في لقاء امبي المقرر ان شاء الله ان هو يكون يوم الاحد اللي جاي واللي متاجل من مباريات الدور الاول الا بعد ما يتم التاكد من قانونيه مشاركته مع الفريق، خصوصا انه اللاعب على ذمه النادي الاهلي في اعاره من نادي هادرسفيلد تاون بتنتهي في 30 يونيو. واضاف انه النادي اتخذ عده اجراءات في نفس الشان عشان يتم حسم الامر القانوني بشكل تام، كما انه التفاوض، وده خبر ممكن يكون يعني يسعد الاهلاويه، التفاوض مع النادي الانجليزي بخصوص شراء كابتن رمضان صبحي بشكل نهائي وصل لمراحل متقدمة بعد العرض اللي تقدم به النادي الأهلي مؤخرا، وأنه الأيام القليلة القادمة إن شاء الله هتشهد حسم كل هذه الأمور. خبر تاني بيقول أنه اتحاد الكرة المصري يوافق على تأجيل مباراة الإنتاج الحربي، وحضراتكم عارفين طبعا فرقة الإنتاج عندها عدد كبير جدا من الإصابات، وصلت أعتقد ل 18 حالة إصابة بفيروس كورونا، وبناء عليه تم صدور قرار من اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة الإنتاج الحربي مع نادي مصر في المرحلة المقبلة. وفي نفس الوقت يمكن أو في نفس سياق الخبر ده اتحاد الكرة بيعلن أنه هيتم تغليظ العقوبات فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية والإجراءات الطبية المفروضة طبعا لضمان سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية المشاركة مع استئناف نشاط الدوري الممتاز. سريعا جدا أقول لحضراتكم أنه بداية من الحلقة دي إن شاء الله وعلى مدار كل الماتشات في الموسم المباريات المتبقيه في الموسم مطلوب من جمهور السادسه وجمهور طبعا قناه الاهلي بشكل عام انه يشاركنا في وضع التشكيل الامثل لفريق النادي الاهلي قبل كل مباراه. يعني حضراتكم من النهارده ان شاء الله على صفحتنا على السوشيال ميديا على كل بقى على الانستجرام على تويتر على الفيسبوك تحطوا من وجهه نظركم التشكيل الامثل للنادي الاهلي لكل مباراه جايه، وبناء على اختيارات حضراتكم فريق الاعداد وفريق العمل في القناه في نهايه الموسم هنقدر نعرف التشكيل المثالي للنادي الاهلي من خلال اختيارات الجمهور بالنسبه طبعا او من وجهه نظر جمهور النادي الاهلي والاهلاويه في كل مكان. نفتح ملفنا الرئيسي في حلقه النهارده بقى، والحقيقه يمكن الملف ده ممكن ان احنا نطلق عليه انه ملف مزمن الحقيقه ومثير للجدل وبقاله سنين طويله جدا، رغم انه معظم الأسماء اللي تولت مسؤولية لجنة الحكام في قول في العشرة في العشرين سنة الأخيرة أسماء كبيرة جدا وأصحاب كفاءات وكانت ليهم سيرة مشرفة وعطاء كبير جدا في مجال التحكيم، لكن أعتقد أنه من غير المنصف ويبقى خطأ شديد جدا أن احنا نحمل مسؤولية منظومة التحكيم فقط لجنة الحكام. قلت لحضراتكم أنه ده عنصر وركن أساسي من أركان اللعبة، وعشان نطور المنظومه لابد انه هذا الجزء او هذه المنظومه يتم الاهتمام بها بشكل كبير، وهذه المسؤوليه لا تقع فقط على لجنه الحكام ولا بس على اتحاد الكوره، لكنها الحقيقه مسؤوليه مشتركه كمان مع الانديه ومسؤولي الانديه، وايضا الحقيقه في جزء كبير جدا متعلق بالجمهور وثقافه الجمهور. النهارده بنفتح مع حضراتكم ملف الحكم المصري، هل الحكم المصري جاني ام مجني عليه؟ ده اللي بنطرحه على حضراتكم قبل ما نستأنف نشاط مره ثانيه. بيشرفنا الحكم الدولي، احنا الحقيقه معانا اثنين من اعلام التحكيم في مصر وفي القاره الافريقيه، بيشرفنا الحكم الدولي السابق ناصر عباس، اهلا بك يا كابتن ناصر. اهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك وكل الساده المشاهدين. أهلاً وفي البدايه طبعا خليني بس اقول حاجه مهمه جدا، طبعا ببارك طبعا جمهور النادي الاهلي واداره ومجلس اداره النادي الاهلي على الاستوديو الجميل دوت، وبارك ايضا لفريق العمل اللي موجود، بقول حاجه جميله جدا وحاجه مشرفه طليق بالنادي الاهلي واسم وتاريخ النادي الاهلي. دعواتك وبدايه المشوار، ونتمنى ان احنا ان شاء الله نستمر في مسيره التطوير يا كابتن ان شاء الله باذن الله. وحاجه طبعا ولا اروع، لان احنا شفنا القناه قبل كده وبعد كده، لا طبعا حاجه جميله جدا جدا، التوفيق طبعا للجميع، واتمنى طبعا كمان للتوفيق لكل الفريق الاعداد اللي موجود وفريق العمل اللي موجود في القناه. ده جزء بتهيألي اصيل وركن اصيل، واعتقد ان الاعلام الرياضي جزء من تطور المنظومه في مصر بشكل كامل، واتمنى ان احنا نقدر نقوم بالدور ده على اكمل وجه ان شاء الله. ان شاء الله. بيشرفنا كمان الحكم دولي المساعد ايمن دجيش، اهلا بيك يا كابتن ايمن. اهلا بيك يا استاذ احمد، تحياتي لحضرتك وببارك لكم وببارك على الحاجه الجميله اللي احنا شايفينها دلوقتي، ببارك للكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، وببارك لجماهير النادي الاهلي، وباذن الله التوفيق يكون حليفكم باذن الله. الله يبارك في حضرتك. الحقيقه على مدار سنين طويله جدا، ومش عايز ارجع بالذاكره لورا لانه في اسماء كتير واخاف انسى حد، لكن الحقيقه ظل الحكم المصري بيتمتع بسمعه طيبه، وظل التحكيم في مصر الحقيقه
بشكل كبير داخليا وخارجيا حتى على المستوى العربي والافريقي. وانا كنت بتكلم في ده في بدايه الحلقه، ليه سمعه كويسه جدا، لكن الحقيقه دايما بنشوف ازمات متلاحقه، دايما بنشوف ناس بتستهدف وكانها بتستهدف عن عمد منظومه التحكيم. انا هرجع بس للجزء الاول من السيزون ده او اللاج الاولى من الدوري المصري، حصل اكتر من ازمه. بدايه عايز اخد تقييم حضراتكم، ابتدي بكابتن ناصر، تقييم حضرتك لمستوى التحكيم في الدوري في نصه الاول، بتشوفه ازاي؟ يعني اولا طبعا انا برجع بس لحضرتك في البدايه، انت قلت كلام جميل جدا وقلت ان التحكيم مش بس الحكم ومنظومه التحكيم مش بس هي لجنه الحكام والحكم، لكن التحكيم هو منظومه متكامله ما بين جمهور، ما بين اعلام، ما بين انديه وثقافه انديه، ما بين حكام كمان وعليهم السلاله الكبيره الحكام، وما بين لجنه الحكام. كل دول بيشتركوا في مستوى او تطوير مستوى التحكيم. احنا شفنا اسماء كتيره تولت مسؤوليه لجنه الحكام. تمام. يعني شفنا من ايام كابتن محمد حسام وصولا لكابتن عصام عبد الفتاح وكابتن جمال غندور، لكن الحقيقه وتبدو ان المشاكل متكرره او يعني بالزبط. ما فيش حلول جذريه لمشاكل كتير طال الكلام عليها لسنين وسنين يا كابتن نصر. حضرتك كابتن احمد، انا يمكن اشتغلت في لجنه الحكام على مدار 8 سنين، بدايه من عصام صيام والكابتن محمد حسام وعصام عبد الفتاح، وكنت مسؤول لجنه فنيه، ومش عايز اقول لك كميه الشغل اللي احنا عملناها للحكام. الكلام دوت مش هقوله مش مجامله للحكام ولا حاجه، مش عاوز ابدا كلام بمجامله الحكام المصريين، ولكن التعامل تطوير على مستوى الحكام هنا في مصر يطابق او يتوالى مع تطبيق الاتحاد الدولي. ليه؟ احنا جينا في 2014 جبنا المسؤول الاول عن التحكيم في العالم اللي هو ماسيمو بوساكا، وده كان مسؤول قسم التطوير، وده جه معانا في شرم الشيخ عمل معسكر معانا للحكام الاليت ايه، واعتقد ان احنا عملنا معسكر تطوير على مستوى عالي جدا، خدنا الماتيريا كلها بتاعت الاتحاد الدولي اشتغلنا بيها مع حكامنا سواء كان من الناحيه الفنيه او من الناحيه البدنيه او من خلال الفيديو تيست او الاوفسايد تيست اللي هي الحالات التحكيميه اللي بتتعرض على الحكام، ومن خلالها بيقدروا ان هم يوصلوا للتفاصيل الدقيقه للحاله. اظن حاجه مهمه جدا ازاي الحكم يوصل للحاله وتفاصيلها. كابتن احمد، دي مهمه الحكم. انت بتدي الحكم كل حاجه، ولكن في دور كبير جدا جدا على الحكم. يعني انا تملي في محاضراتي اقول للحكام ايه؟ انا بشتغل معاك وبديك كل المفاتيح اللي انت تقدر من خلالها تاخد القرار الصحيح في المباراه. انت حضرتك بتتكلم كلجنه حكام. كلجنه حكام. انت حضرتك انت اهملت كحكم. في فرق بين الحكم لما بيهمل، يعني اهمل الحكم في قرار. ازاي اهمل؟ هو احيانا الحكم بيبقى الكونسيدريشن عنده قليل، تركيز عنده، الناحيه البدنيه قلت، وبالتالي ما يقدرش يوصل للمكان اللي هو يقدر من خلاله يقدر يقيم الحاله التحكيميه بكل تفاصيلها، وبالتالي بياخد بالشكل العام، والشكل العام احيانا في الحاله التحكيميه. انت عارف يا كابتن ناصر انه الازمه اللي بتنتج عن مشكله تحكيميه الحقيقه بتبقى شديده الحساسيه. احنا بنتكلم على ميزان العداله في منافسه وفي دوري، يعني المنافسه فيه سواء في القمه او في القاع دايما بتبقى مشتعله. اكيد. وفي معلش اضيف عليها للاسف شديد جدا، ودي وجهه نظر شخصيه انا بتحملها، الى حد ما حاله تحفظ ضد الحكم المصري. مش عارف ايه راي كابتن ايمن دجيش، يعني هل بتشعر انه الحكم المصري دايما في حاله في خانه اليك، في حاله تربص بالحكم المصري بشكل كبير؟ ابتديت القصه اللي انا كنت ابدا بيها كلامي فعلا، هي يمكن الكابتن ناصر اتكلم على الحكم واللي اتعامل مع الحكام في الفترات السابقه واعداد الحكام وكل ده، لكن ما اتكلمش ان العناصر الاخرى ازاي تساند التحكيم. يا يعني النهارده اتحاد كوره موجود، لازم باذن الله يبقى خلف حكامه، موجود معاهم في ظهرهم، لجنه حكام تكون اتحاد الكوره قبل كده ما كانش. لا موجود. انا اجيب لك التفاصيل. يعني خلاص قلنا التحكيم واعداد الحكام وكل الكلام دون، اتحاد الكوره خلف حكامه وفي ظهرهم. نمره 2، مسانده الاعلام، ان انا ابقى خلف حكامي، لان حكامي دول هم اللي بيمثلوني بره خارجيا برضو. يعني زي ما احنا منتخبنا بيمثل بره، الحكام دي بتمثلنا، لازم ارفع انا كشان الاعلام ارفع شان التحكيم المصري وابقى في ظهره. تاني حاجه، مسانده الانديه للحكام ودعمهم، ودي مهمه جدا يا استاذ. انت دخلتني على روشيتا على طول يا كابتن ايمن. عايز بس اشخص الاول. يعني عايز اقول فين المشكله عشان لما اجي اتكلم على حلول اعرف الحلول دي قابله للتحقيق ولا المشكلة. لا احنا هنقول الكلام على ورق، لكن لما نيجي على الارض صعب. هقول لك اكلمك عملي. يعني عملي النهارده، انت بتحكم لفرقه في نادي، انت النهارده بيبقى في خطا، الاخطاء دي موجوده عموما. مفيش حكم موجود في مصر على فكره بيقصد ان هو يخطا لصالح فرقه. فانت النهارده بيجي خطا لفرقه، بتلاقي الفرقه الثانيه بتخش قصه حصل فيه تداخل كبير في قصه التحكيم. يعني قصه مع ان الحكم الاخطاء دي موجوده، لو احنا عملنا احصائيه استاذ احمد هنلاقي الاخطاء موجوده
عند جميع الفرق. فبتلاقي عاملين مظبوط على حكام جامد جدا، الخطا بيطلع بنعليه قوي، مع ان الاخطاء دي موجوده. يمكن احنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه، في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني وكل الكلام ده كان موجود. ولكن انا عايز اقول لك ان انا اضمن لك باذن الله الفتره الجايه، يمكن ده يمكن اللي حصل ده في التحكيم، يمكن عندنا زياده شويه. يمكن عندنا برضو كانت الامور بالنسبه للتحكيم زي ما انت قلت كان فيها ضغط شويه غير بره، لكن موضوع دخول الفار للتحكيم ده هيشيل كتير جدا. طب اسمح لي هيشيل كتير جدا، هاجي للفار بعدين، بس هوجه سؤالي للكابتن ناصر. هل حضرتك بتشوف انه اللوائح والقوانين المنظمه او الضامنه، خليني اقول ضامنه، لحصانه الحكم المصري كافيه وفعاله ولا لا؟ شوف كلام جميل جدا جدا. خلينا نتكلم ايه اللي محتاج الحكم. ايه اللي انت بتطلب من الحكم؟ حاجات ان هو يؤديها قرارات سليمه في الملعب، لياقه بدنيه 10 على 10، ازاي يخرج بالمباراه بشكل يبقى يتناسب مع اهميه وقيمه المباراه، ازاي ان هو ما ياخدش قرار يؤثر في نتيجه المباراه. تمام. وبالتالي في مقابل احنا بنتكلم النهارده في رعايه صحيه للحكام نمره واحد، في كمان المعسكرات اللي هي مفترض ان هو الحكام النهارده تبقى موجوده باستمرار، في كمان الناحيه الماديه المهمه جدا، ازاي انك انت تريح الحكم، ازاي انك انت الناحيه الصحيه مهمه جدا جدا، حاجات كتيره جدا. المفروض النهارده الاتحاد الدولي النهارده بصدد اخذ قرار بالاحتراف، وفعلا الدوري الانجليزي فيه الحكام المحترفين شغلته كلها هو التحكيم. ايوه، يتمرن الصبح، يتمرن الظهر، يبقى في محاضرات ثقافيه او نظريه، ده شغله. النهارده هقول لك على حاجه كابتن احمد، في حاجه مهمه جدا هقول لك عليها. انت النهارده الحكم بيروح شغله، عندنا في مصر موظف الساعة 8 بيرجع الساعة 4. قول لي الوقت اللي ده هو المهنة اللي هو بيمتهنها غير التحكيم. بالظبط. طيب انت مطلوب منك انك انت النهارده كحكم طبقا للبروتوكول بتاع الفيفا انك انت المفروض يوميا تتمرن تحافظ على وزنك، يوميا. النهارده مطلوب منك في برنامج بتأدي بيه بالظبط لازم تنفذه. النهارده في حكام تطلع من شغلها 5 و6 7 بالليل، فبيريح مجهد جدا. حتى انت عشان تطلب مني ابقى حكم محترف لازم توفر لي الامكانيات اللي تسمح لي بده. ممتاز. وهل ده موجود بالفعل؟ لا، ده احنا على طول سامعين في مشاكل في البدلات ومشاكل في الحوافز ومشاكل. اذن احنا النهارده بنتكلم عشان نحل المشكله. كابتن احمد انت بتتكلم في حاجه جميله جدا جدا، عشان تتكلم في تحكيم وتقدر تحاسب التحكيم، وفر للتحكيم كل ما يتناسب طبقا للاتحاد الدولي، طبقا للاتحاد الانجليزي، اي اتحاد قاري. ده مش متوفر في اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها ده يا كابتن ناصر النهارده؟ مش متوفر. لا، هقول لحضرتك حاجه، على قدر المستطاع اللجنه الخماسيه النهارده وفرت معسكرات الفار على اكمل وجه. لم تبخل ابدا على خلال 38 يوم، استمرت في معسكرات الفار. النهارده يمكن انا كنت بحاضر، يمكن كابتن ايمن كان معانا في محاضر المعسكرات اللي هي الحكام الاليت ايه اللي هم هيحكموا في الدوري الممتاز الفتره اللي جايه. ادينا كل حاجه، ادينا فيديو تيست، ادينا سيفيرتي فاول، ادينا لمسه اليد، ادينا كل المحاضرات. طبعا كان كابتن المواجهين موجود، كان الدكتور عزب وعصام وانا ايمن وناس كتيره وفهيم وكل الناس دي، ادينا كل الحاجه للحكام وخدنا الحكام نزلنا بيهم ميدان اللعب. ازاي الحكم يتحرك، ازاي الحكم يعمل كونتر اتاك في الهجوم، ازاي يقدر يتحرك على منطقه الجزاء، ازاي يوصل للقرارات الصحيحه في التحكيم. دي الناحيه الفنيه. اذا احنا النهارده ادينا للحكام كل ما هو، طبعا هم قعدوا في فندق واتعمل لهم مسحه قبل المعسكر. ايوه، واطمنا على حكامنا واتعمل لهم معسكر في اصابات الفار. لا خالص، الحمد لله احنا كنا حريصين، يمكن الكابتن ايمن كان معايا في العملي، ان احنا كمان ما نجهزش حكامنا اكتر من احنا بنوصل لهم المفهوم اللي هو الكونسيبت اللي هو الخاص بالتحرك والتمركز اثناء اللعب. عظيم. فاعتقد النهارده يعني مش مجامله للجنه الموجوده ولا لجنه الحكام، النهارده الحكام خدت كل حاجه. طب هرجع لجزئيه الاحتراف مره ثانيه. بقى ان هم يؤدوا. طيب ده انت كلمتني في توفير عنصر واحد من العناصر المهمه بالنسبه او الادوات المهمه بالنسبه للحكم، هو الدعم الفني، سواء معسكرات، محاضرات او ورك شوبس او حاجات عن طريق الانترنت. انا عارف ان في حاجات كتير بتتم في العالم كله اونلاين في الفتره الاخيره. لكن الناحيه الثانيه، عشان يكون الحكم المصري بيمارس دوره في المنظومه ككل بشكل محترف، احنا عندنا النهارده اللعيب محترف، عندنا الاداري محترف، عندنا مدير فني محترف، عندنا حكم محترف يا كابتن ايمن. لا ما بص، عشان نتكلم يعني بامانه شديده، حته احتراف الحكام في الفتره الحاليه اللي احنا فيها ديت
ممكن مع المستقبل قدام ممكن يبقى موجوده يعني انا تحل من وجهه نظرك تحل لان نظام الاحتراف في التحكيم الحكم بيبقى متفرج للتحكيم عنده بقى المكان يعني انا كان ليا صديق ليا كان معايا في كولومبيا 2011 كاس العالم للشباب فكان بيحكي لي هو كان دكتور وبعدين قال لي انا خدت اجازه كان موجود في مستشفى وقال لي انا ادوني اجازه وكنت موجود في المكان طب ايه فحكى لي قال لي ان انا كنت بروح ليهم مكان طبعا اللي هم موجودين المكان اللي فيه كل حاجه بيروح من الصبح وبيروح بالليل يعني بيعمل بقى كل حاجه التمارين والنظر والتمرين هو متفرغ للتحكيم الكلام ده بياخد اولا بياخد مقابل جامد جدا يعني لغايه لما يؤدي فترته ويرجع الكلام ده عشان نعمله مع كامل الاحترام والتقدير وده حق من حقوق الحكم انا مش معترض على ده بس هل ده يعالج مشاكل التحكيم في مصر يعني اذا كان في مقابل مادي او في شكل منظومه احتراف جزء تتعامل مع جزء يعني هو جزء يعني انت تبقى متفرج يعني النهارده خليك انت حضرتك موجود في حاجه واحده مركز في حاجه واحده ولا مركز في حاجتين في حاجه في اثنين في ثلاثه يعني زي ما قال الكابتن ناصر ان الحكم النهارده بيشتغل موظف بيروح بيجي ممكن قبلها بيبقى في الشغل الحاجات دي يعني بنقدر احنا نعمل حاجات هنا للحكام ان هو يتجلب عليها يبقى موجود يبقى مريح قبلها بيوم اشكاليه المصداقيه والثقه كابتن ناصر يعني بشوف مثلا في امثله كتيره جدا مش هذكر منها حاجه بس الناس عارفه انا بتكلم على ايه وانا مش بتكلم على حاله استثنائيه انا بتكلم على حاله يعني اتكررت كتير جدا انه في اوقات كتير جدا ممكن يبقى حكم اجنبي او حتى عربي يعني في بعض المناسبات بيبقى في حكام عرب ممكن يطلعوا قرارات مش مظبوطه وفيها غلطه او فيها يعني عدم انصاف للفريق على حساب التاني ورغم كده بيتقبلها الجمهور عادي جدا خصوصا لو اجنبي كمان بالظبط لو نفس القرار ده يعني بيجي لي في ساعتها كده لو نفس القرار ده كان خده حكم مصري هل كان هيبقى نفس رد الفعل ولا كان هيبقى مختلف سؤال جميل جدا جدا قبل ما اجاوب على سؤال كابتن احمد هقول لك على حاجه جميله جدا من خلال الكورسات اللي اتعملت اونلاين للحكام على مستوى شمال افريقيا خلينا نتكلم في شمال افريقيا اللي هي تونس والمغرب والجزائر وليبيا ومصر كورسات اتعملت ليه ايه للحكام للمحاضرين للمراقبين تمام مش مجامله الكلام دوت لو ترجع حضرتك ليه هتلاقيه افضل حكام موجوده في اختبارات الفيديو تيست كورسات تيست والسيفيريتي والتريفيا اللي هي القانون كرة القدم فهم وإدراك القانون فهم الحالات التحكيمية كان الحكام المصريين أنا كمحاضر كنت في الاتحاد الدولي كان عمل معسكر في دبي لحكام آسيا ولمحاضرين آسيا وأفريقيا أنا امتحنت كمحاضر امتحنت تريفيا وامتحنت فيديو تيست وامتحنت زي أي حاجة وبالتالي هنا بنتكلم في الناحية الفنية إن الحكم أولا يبقى فاهم القانون وروح القانون ويطبق الكلام ده هقول لك حاجه يا احمد هو ايه المشكله هقول لك المشكله ايه المشكله ممكن تبقى انت في الناحيه النظريه 100% ممتاز ولكن هناك تقصير من البعض خلينا كان يعني في دور لجنه الحكام بتقوم بيه على اعلى مستوى تمام. الحكم النهارده قصر في المباراه الكلام ده انا بقول للحكم خلي بالك المباراه امسكها بايدك واسنانك وكل ما الوقت يمر حافظ على المباراه بتاعتك قصر ازاي انت النهارده بتبقى في احيانا في تلت الدفاع انت بتبقى متابع اللعب تتعمل مره واحده كونتر اتاك انت النهارده ليك دور تعمله والحكم المساعد ايضا ليه دور في الحالات اللي هي داخل الصندوق النهارده ده قرار مهم بيحصل كالاتي الحكم بيهمل او بيكسل شويه بيبتدي يروح متاخر الحكم المساعد مش مركز بتيجي الحاله التحكيميه المهمه الوحيده في المباراه ولا الحكم بيشوفها ولا الحكم المساعد بيشوفها بتبقى دي الكارثه دي ازمه هنا التقصير من الحكم ذات نفسه عشان كده احنا بنقول ايه في حالات انا بغفر ليها للحكم لما بيكون متواجد في الحدث واحيانا ما بيشوفش ولكن لما بيبقى الحكم مقصر في حق نفسه كابتن احمد ويتهاون هنا الحكم بيعاقب طيب ده هياخدنا للكلام على الفار ومدى جاهزيه منظومه التحكيم في مصر للتعامل مع الفار بس تفاصيل اكتر هنتابعها مع مشاهدي السادسه بعد ما نروح لفاصل سريع ونرجع لحضراتكم على طول كان الله في عون الحكم الحقيقه في اوقات كتيره جدا خصوصا في الماتشات المهمه والكبيره واللي يمكن بتكون نتيجتها مرتبطه مثلا بحسم بطوله لو حطيت نفسك كمشاهد او كمشجع في نفس موقف الحكم اللي مطلوب منه انه ياخد جزء في جزء من الثانيه قرار حاسم او مهم
تحت ضغط جماهيري رهيب لو كانوا في الملعب أو ملايين قاعدين بيتفرجوا على الماتش، أعتقد أن الموقف في غاية الصعوبة في أوقات كتيرة جدا. ويمكن إحنا زي ما كنت بتكلم مع ضيوفي كابتن ناصر عباس وكابتن أيمن دجيش قبل ما نشوف تقرير الفار، أنه في دعم على كل مستويات، يعني تقرير حتى كان بيتكلم على أنه مشاكل مالية المتعلقة بمستحقات الحكام والمراقبين انتهت من فترة طويلة جدا. اتكلمنا على فكرة الدعم الفني وأيضا في دعم تقني، وده هيكون محور اللي جاي من كلامنا. فكرة تقنية الفار الفيديو اسيستنت ريفري، هل ممكن يكون حل لجزء كبير جدا من المشاكل اللي بيواجهها الحكم المصري؟ وهل ممكن يدعم في تطوير منظومة التحكيم في مصر ولا لا؟ وهل احنا، وده السؤال الاهم، جاهزين لتطبيقه في مع استئناف بطولة الدوري مرة تانية؟ مرة تانية برحب بضيوفي كابتن ايمن دجيش وكابتن ناصر عباس، اهلا وسهلا بحضرتك. اسمحوا لي بس هفكر مشاهدينا سريعا جدا بالسؤال اللي طرحناه عليهم في بداية الفقرة، وده هيكون موجود معنا في السادسة على طول إن شاء الله طول ما ماتشات الأهلي موجودة. مطلوب من حضراتكم على صفحاتنا على السوشيال ميديا سواء الفيسبوك أو تويتر إنه حضراتكم تدخلوا تختاروا التشكيل الأمثل لمباراة الأهلي القادمة، وده هيبقى تقليد موجود معنا في السادسة باستمرار وفي نهاية الموسم، ومن خلال اختيارات الجمهور نقدر نعرف التشكيل الأمثل ومين هم أفضل لاعيبة السيزن ده بالنسبة لنادي الأهلي في ال 11 مركز جوه المستطيل الأخضر. مرة تانية برحب بحضراتكم. ويمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم على الفار وشفنا التقرير الحقيقة، وبتهيألي إنه حسب ما أتذكر كولينا المسؤول عن لجنة الحكام في الفيفا كان ليه تصريح بعد ماتشات كأس العالم في روسيا، كان بيقول فيه إنه الفار رفع نسبة كفاءة التحكيم لدرجة وصلت إنه نسبة أو صحة القرارات في خلال المباريات وصلت ل 99.3%. هل ده ممكن يكون نفس التأثير للفار على منظومة التحكيم في مصر كابتن ناصر؟ كلامك محترم جدا كابتن احمد، وفعلا بعد كاس عالم 2018 في روسيا حصل، هم عملوا مقارنه ما بين 2014 كاس عالم و2018. ايوه لا، اخطاء في 2014 كانت اخطاء فادحه جدا وكانت مؤثره بشكل كبير في المباريات. تم تطبيق الفار في روسيا 2018. دول الاول بس تقريبا عملوا حاجه اسمها رصد، يعني في فرق كابتن احمد ان انا ارصد الحالات اللي في، لان انا بس عاوز ادي مفهوم الفار في دقيقه. اتفضل يا فندم. الفار ايه وظيفه الفار؟ وظيفه الفار هو الاشاره الى الاخطاء الواضحه الظاهره الغائبه. على سبيل المثال هدف او مش هدف، تمام. نمره واحد. نمره اثنين، يحصل بناء على ايه الاول؟ الهدف او مش لسه هدف، ممكن يجي هدف من تسلل. ايوه. هنا الفار يتدخل. هدف يسبقه مخالفه. الفار اللي بيتواصل مع حكم الساحه، حكم الملعب. مش كلام. ولا بناء على طلب من احدى الفريقين. كل هجمه كابتن احمد بتتعمل في الملعب بتعمل عليها تشيك من خلال الفار. تمام. ليه؟ ممكن يجي هدف من خطا. لمسه يد، لاعب يعني اقول لك انا مش عاوز يعني الحلقه مش هتاخد المجرى، ولكن هو ليه تطبق الفار؟ لو انت تفتكر مباراه فرنسا اسكتلندا تقريبا تيري هنري والهدف اللي جيب الايد صعد فرنسا بهدف الايد، عشان كده اتعمل الفار. ليه؟ لو الفار كان موجود في اللعبه ديت كان اكيد ان الهدف كان اتلغى. هنا بنتكلم في ايه؟ المفهوم ان الفار ما بيتدخلش في كل الاخطاء كابتن احمد اللي موجوده، ولكن بيدخل في هدف غير شرعي تم نتيجه ان اللاعب المهاجم لعب الكره بايديه أو تم ارتكاب مخالفه او تسلل. بنتكلم في حاجه مهمه ثانيه، بطاقه حمراء مباشره. نتكلم للهويه المفقوده للاعب. انا كابتن احمد انت حضرتك حكم وجيت تطلع كارت احمر بدل ما تديه لايمن اديتني انا، تمام، بقت مشكله. فاذا الفار لا يتدخل في كل الاخطاء كابتن احمد، ولكن نيجي في كلنا لما صرح التصريح بتاعه، لا هو عنده حق فعلا، ان المقارنه بين 2014 و2018 كاس عالم في 2018 اخطاء قلت بنسبه كبيره جدا جدا من خلال تعاون الحكم الفيديو المساعد. جاهزين لتطبيق الفار بشكله المتعارف عليه؟ الحكام المصريين يقدروا يتعاملوا مع تقنيه الفار بشكل كبير؟ والى اي مدى بقى ده يؤثر على رفع كفاءه المنظومه كابتن ايمن؟ طبعا تكملا لكلام الكابتن ناصر، طبعا احنا بنشكر جدا اللجنه الخماسيه. يمكن لما جم قالوا هنطبق الفار في الدور الثاني، يمكن انا واحد من الناس قلت ان استحاله الموضوع، كان الوقت قليل جدا للتدريبات والحصول على الرخص. ايه وجه الاستحاله من وجهه نظر حضرتك؟ لان التدريب ده بياخد وقت كتير عشان تحصل على الرخص، وانا هقول لك ليه دلوقتي، هتعرف انا بقول لك ليه. الموضوع فيه شغل كتير جدا، يعني شغل من الحكام وشغل من الاتحاد الكره من الاداره وشغل رخص، ان انت بتبعت بتاخد عشان تاخد الرخصه دي بتبعت حالات لكل حكم لكل حكم خاص بالملعب وخاص بغرفه الفار. قصه كبيره جدا محتاجه كتير. هقول لك ليه، يمكن احنا
حاليا دلوقتي عندنا اللي معتمدين اللي ممكن يحكم في الدوري 19 حكم بس. 19 حكم اللي في الملعب. احنا بنتكلم على الممتاز. الدوري الممتاز 19 حكم اللي هو حصل على الرخصه. احنا كلامنا على الدوري الممتاز. المسابقات مش بتكلم على الممتاز. لا بس هو الفار هيطبق في الممتاز. انا بكلمك على الممتاز. أي. 19 حكم بس اللي لهم حق حاليا اداره المباراه. اداره المباراه كحكم ملعب. أي. وعندنا 34 واحد كحكم في غرفه الفار. فالفتره طبعا ربنا يا رب يرفع عنا الوباء والبلاء. فتره كورونا دي اخرت شويه في حته المعسكرات، كان المفروض ان المعسكرات بتاعت الفار تكون مستمره. تمام. ليه؟ عشان انت في حكام عندك محتاجين دلوقتي، انت محتاج ممكن تكون محتاجهم بس هم لسه ما خدوش الرخص. فمفيش حكم. حكم الفار ده بياخد رخصه من الاتحاد الدولي. الرخصه اللي هو في غرفه الفار ده ليه رخصه، اللي في الملعب ليه رخصه. تمام. عندي جوه فار وعندي ايه فار جوه. تمام. الفار جوه ممكن بيلعب كاي فار. واخد بالك؟ يعني ايه ايفار؟ مساعد، اللي هو مساعد اللي اسيستنت. يعني الملعب برضو لازم ياخد رخصه ملعب، لازم الحكم بيتاخد له حاجات او في التدريبات فيديوهات او بيتاخد له حالات يعتمد كملعب ويعتمد بفيديوهات تانية كغرفه، كل دي بتدريبات وبماتشات وحاجات بتتعمل. أيوه. بتعملها لجنه الحكام. واللي عامل زي ما كابتن يعني دمان. الموضوع مش تقني بس، الموضوع فيه يعني اجراءات وتجهيزات. بس على سؤالك انت، طبعا الفار ده هيحل مشكله اكتر كمان، يعني هنعدي في يعني اكتر من 80%. الاخطاء مش هتقل، يعني شفنا الدوري الانجليزي ودوريات بره برضه في وجود الفار لسه عندنا ماتش الارسنال وتشيلسي. بالظبط. عندنا اخطاء الكاس مشاكل لكن كبيره جدا. لكن هو هيحل مشكله التحكيم بنسبه 80%. يعني دي الناس ليه، قول لي ليه بقى؟ لو احنا رجعنا للدور الاولاني هنلاقي اجمالي، لو حطينا كده عنوان للاخطاء الدور الاول كنت هتلاقيها داخل مناطق الجزاء. ركلات الجزاء المحتسبه او غير محتسبه. ايوه. من اكبر المشاكل اللي كانت حاصله في الدور الاولاني كانت هي نماذج كتير. هي كان العنوان. لان كان نفس اللعبه او يعني هو كان ركلات الجزاء جو. فدي من ضمن البروتوكول بتاع الفار. فخلاص انت ما عندكش مشكله دلوقتي في الاهداف. من هدف من تسلل او هدف سليم. ايوه. ان فرقه جابت هدف وكان في قبلها خطا، يعني في خطا ما قبل اللعبه. فدي لو انت بصيت للاخطاء اللي في العوامل الماضيه اللي عندنا او المشاكل اللي كانت بتحصل هتلاقي ان هي دي كانت محور المشاكل. طيب. ركلات الجزاء والاهداف السليمه او جاهزين السليمة. باختصار شديد احنا أكيد. جاهزين في مصر اكيد بنسبه كام في الميه لتطبيق الفار؟ اكيد بنسبه أيوة. 70%. لان احنا عندنا زي ما قلت لك ان احنا محتاجين نستكمل التدريبات. تمام. والفتره دي الحكام في لحظه حضرتك بتكلمني فيها معاهم رخصه حكم فار او اسيستنت فار. اللي قلت لك عليهم، العدد اللي قلت لك على حضرتك 19 ولا 34 بالظبط. احنا محتاجين تدريبات تاني لحكام تانية تاخد الرخص. محتاجين ان كنا نستكمل الفتره اللي جايه عشان تكمل التجربه بنسبه كبيره. يعني انا اقول لك حاجه النهارده، مثلا انت عندك حكم صغير، مثلا حكم عايز تلعبه، حكم انت شايف فيه ان هو حكم كويس وقته انه يلعب، ما تقدرش تلعبه حاليا غير لما ياخد ايه الرخصه بتاعه الفار. الرخصه بتاعه الفار. تمام. طب هرجع للتقنيه دي وتاثيرها بقى على استعاده الثقه والمصداقيه. انا اسف ان انا بقول انها انا او هقول استكمال المصداقيه والثقه ما بين فروع اللعبه، سواء جمهور وحكم او انديه وحكام. حاله التوتر، حاله الشد والجذب اللي كانت موجوده بين اطراف اللعبه وبين الحكم المصري، هل حضراتكم شايفين انه تواجد الفار او دخول تقنيه الفار تساهم في يعني علاج المشكله، في انه مستوى الثقه والمصداقيه للحكم المصري يرتفع في الفتره اللي جايه، ان احنا ما نشوفش في اي مباراه بتقام بين فرقتين مصريين حكام اجانب او حكام عرب مره ثانيه، ولا هتفضل الموضوع او الاشكاليه دي موجوده معانا باستمرار؟ كابتن ناصر. بص كابتن احمد، بتتكلم في نقطه بنقول عليها الثقافة التحكيمية أو الثقافة الرياضية. إزاي إحنا نوصل الثقافة؟ يعني هقول لك على حاجة مهمة جدا. كابتن أيمن اتكلم في رخصة الفار. في كتير من الأندية واللاعبين والمدربين ما يعرفوش إن النهاردة إن الحكم مفترض إن هو ياخد 3 رخص. يعني إيه؟ رخصة للحكم الملعب. لو الحكم ملعب ما خدش الرخصة التانية اللي هي بتاعت الفار ما يحكمش فار. عشان يحكم الفار يبقى ياخد كمان رخصه الفار. اوكي. تبع حضرتك اذا النهارده في كتير من الانديه او من اللاعبين القانون ذات نفسه في مشكله. كابتن احمد انا حضرت القانون ايه؟ فنون قانون متعلق بايه؟ قانون كره القدم. ثقافه القانون مش موجوده. بمعنى مش موجوده إيه؟ عند بعض اللعيبه. يعني ايه؟ النهارده انت بتعترض كمدرب على حاله من الحاله التحكيميه.
وانت احيانا بتعترض غلط. كان عندي كورس لرخصه المدربين، وكان في كابتن ايمن، كان في حكام، كان في لعيبه من المنتخب كانت موجوده، وسالت بعض الاسئله اللي خاصه بقانون كره القدم. للاسف اللعيبه اللي كانت موجوده طبعا دولت مش ملمه بشكل كامل بقانون. عملت امتحان تريفيا للموجودين. أيوة. للاسف ما حدش عدى الاختبار اللي هو الخاص بالقانون. اذا النهارده بتتكلم انت بتعترض، طب انت حتى قريت القانون؟ آه. عرفت تفاصيله؟ ده دي نقطه مهمه جدا، مهمه جدا، وعلى الانديه انها ترفع مستويات الوعي عند اللعيبه بتاعتها بمواد القانون. احنا كنا في لجنه الحكام عرضنا اكثر من مره للانديه، من فضلكم احنا عندنا تعديلات اللي هي خاصه بالقانون، كل سنه بيبقى فيه تعديلات. ايوه. احنا تحت امركم هنبعت ايمن او هنبعت ناصر او استاذ احمد، هيجي يشرح التعديلات للعيبه ويشرحوا كمان القانون بالمره للاجهزه الفنيه، للاجهزه الفنيه او للاعبين او لاي حد ممكن نادي او ناديين يردوا عليك. ايوه. والباقي لا. فاذا انت النهارده في مشكله عندنا الثقافه، الثقافه غير موجوده. ده دور الانديه اللي كنا بنتكلم عليه في البدايه. بالظبط. يعني ده جزء من دور الانديه الحقيقه، لان في ادوار ثانيه. انا مره رحت العب مباراه، وخلينا بس نخرج كده بس شويه صغيرين، بلعب مباراه في كاس. ما طلعنيش من الانديه بس. لا ما هي في الانديه. اوكي. والله في الانديه. ايوه. بلعب مباراه في كاس مصر ايمن، وبعدين للاسف كان الملعب بعيد شويه، فانا وصلت بدري. طبعا كنت بروح بدري وبحضر نفسي، لان كنت بهتم جدا جدا بالمباراه. للاسف حصل الاثنين المساعدين اللي كانوا موجودين معايا تعطلوا عشان خاطر المواصلات وكده. النهارده القانون بيقول لك انت كحكم ابدا. تبدا من غير مساعدين؟ اه. ده في حاجه مهمه ثانيه، ده انا ممكن لو معايا الحكام مساعدين وحسيت ان هم تدخلوا بشكل غير لائق في قراراتي. أيه. استغنى عنهم. اقول لهم مشكلين. ودي المباراه لوحدي. اتفضلوا ودي المباراه لوحدي. اه. ده في القانون موجود. أيه. بس لو موجود مش هطلع بصراحه. يعني بصراحه كابتن احمد احكي لك الموقف الجميل دوت. والله الموقف ده حصل. وبعدين بديت انا المساعدين اتاخروا، هتعمل ايه؟ ففي سكور شيت، اتفضلوا املوا السكور وملوا. نزلت فرقتين سخنوا، نزلت رحت عامل ستاف ودخلت، لقيت رئيس النادي دخل قال انت بتعمل ايه؟ قلت له انا هلعب المباراه. قال ازاي تلعب المباراه لوحدك ازاي؟ ده رئيس نادي اللي بيكلم حضرتك. رئيس نادي. ايوه. رئيس نادي. قلت له طبقا للقانون انا ادير المباراه، ما فيش مشكله خالص. لا 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 كابتن، الكلام ده احنا ما شفناهوش خالص، ما شفناهوش في حياتنا، ولا هنوافق ومش هنلعب. ده رئيس نادي. قلت له حضرتك قدامك بالظبط كده خمس دقائق. انا بقول لك ده القانون، والقانون يديني الحق ان انا ابدا المباراه لوحدي. انا بديك بس جزء صغير من القانون. ايوه. قال لي مش هلعب. قلت له خلاص. المهم قعد خمس دقائق التشاور بتاعه، المهم ايه؟ نزل بالفريق ولعبت المباراه. تقريبا لعبت شوط ونص وانا بلعب لوحدي من غير الحكام المساعدين، وفوجئت ان هم في اخر ربع ساعه تقريبا او ثلث ساعه جوه الحكام المساعد وصلوا وكملوا. انا عاوز دي معلومه يعني يمكن خارجه مش من ناحيه فنيه قوي في القانون، ولكن دي موجوده في القانون كتير. يعني الناس بتستغرب ليه. أيوه. لا تعالى النهارده عندنا 17 ماده في القانون، عندنا تعديلات اتحدى ان في ناس كتير ما عرفهاش. تعديلات القانون خاصه لمسه اليد وبحارس، حاجات كتيره لو قعدنا نتكلم فيها. أيوة. لابد النهارده يكون في ثقافه عندنا تحكيميه كابتن احمد للمدرب الاداري الانديه كلها، رؤساء الانديه، رؤساء الانديه، الجمهور كمان. ده حاجه بتكلمني برضو، ويمكن كابتن ايمن يهمني اسمع رايك في الجزئيه دي. على الامور اللي ممكن تبقى بسبب نقص وعي او ادراك معين ببعض تفاصيل القانون التحكيم، لكن في اوقات كتيره جدا بنشوف، وبالتاكيد حضراتكم مريتوا بده او واجهتوا مواقف شبه دي جوه الملعب، بيبقى في حالات حتى قبل ما يكون في اخطاء تحكيميه، مش عارف اسميها ايه، انا احطها بين قوسين كده، ضغط على الحكم او ارهاب من قبل ما الماتش يبدا. يعني بنشوف اوقات كتيره جدا الناس بتعترض على اسماء حكم معين بمجرد ما الحكام بتعينه لاداره مباراه بعينها مثلا، او بنشوف اوقات كتيره جدا مسؤولين في انديه، يا مش بتكلم على رئيس نادي فقط، انا بقول ممكن اقول على مستوى المدير الفني، على مستوى رئيس او مدير الكوره، بيعلقوا مثلا يعني اخفاق معين او نتيجه معينه على شماعه التحكيم، وللاسف الشديد ما بنشوفش حاجه تحمي الحكم من ده، ما بنشوفش عقوبات متعلقه بانها تحفظ هيبه الحكم او تدي حصانه معينه للحكم من قبل ما يؤدي مهمته. انا بتكلم حضراتكم على مواقف حصلت قبل ما المباراه تبدا. بص يا استاذ احمد، هو بالنسبه للحكم مبدئيا يعني ان انت المفروض ان عندك مباراه، من مصلحتك ان انت كحكم تبعد عن الميديا خالص، تبعد عن الكلام ده.
الحته اللي انت قلت عليها ان بعض الانديه على فكره بتحصل من الانديه كتير يعني حته ان انت بيعلن اسم حكم فبيحصل ضغط. الامور دي بالنسبه لاي حكم طبيعيه على فكره يعني لان دي تاثرش من المفترض ان الحكم اللي هو شخصيته قويه الحكم اللي هو اي اللي حكم لازم يبقى شخصيته لا ما انا بالظبط ما انا بقول لك انا بقول لك ما انا ما خلينا بس خلينا اكلمك مفترض المفترض لا لا هقول لك حاجه اللي كل اللي يعني كلنا مش زي بعضينا يعني يعني كل يعني الشخص الشخصيه بتختلف من حكم لحكم تمام ممكن انا اتاثر واخد بالك ممكن حضرتك ما تتاثرش ممكن كابتن ناصر ما يتاثر احنا نتكلم هو مفيش نتكلم نفسي نتكلم في هي دي بقى انت كنت لسه كنت انا جاي لك فيها بقى حته الاعداد النفسي دي عندنا شويه الفتره اللي جايه باذن الله وجود الكابتن وجيه والدكتور عزب والحته دي انا اتكلمت فيها يمكن كتير جدا حته الاعداد النفسي دي يمكن احنا ما اشتغلناش عليها كويس يمكن انا كنت موجود في كاس العالم في كولومبيا الموضوع ده مهم جدا 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 احنا كنا قبل ما نروح مباراه بيبقى ليك ميعاد مع المعد النفسي انت والطقم بتاعك بتروح له ليك ميعاد بتخش عنده الغرفه بيتكلم معاك القصه الكلام ده احنا لازم احنا كتحكيم عموما ما نطبقش عندنا لا ما نطبقش الاستعداد عشان نتكلم بصراحه يعني فاحنا لازم نزود الموضوع ده الاعداد النفسي يمكن يعني البدني شغالين زي ما قال الكابتن نصر وقال فني الموضوع ده مهم جدا لان احيانا ممكن حكم يتاثر بالضغوط عليه ممكن دي هتاثر على قراراته نتكلم بالمنطق هتاثر على قراراته في الملعب ممكن حكم يعني احنا الفتره اللي فاتت الجيل اللي موجود ده في مشكله في رجوع الجماهير الجيل اللي موجود ده ما لعبش وسط يعني قليلين منهم اللي لعب وسط جماهير احنا كنا بنلعب كان الاستاد بيبقى مليان بيبقى مليان بقى لنا فتره مثلا الحكام دي ما لعبتش ده هل الحكام دي لازم نعمل لها استعداد عشان لو رجع الجماهير الضغط الجماهيري ده هيبقى بالنسبه لهم جديد لنسبه كبيره منهم هيبقى جديد كل فزي ما انت قلت حضرتك الاعداد النفسي ده مهم جدا لان في النهايه اللي هو المفترض ان اي حكم ما يتاثرش باي ضغوط حواليه هو ده بينطبق على الجمهور المصري بس ولا انتوا بالتاكيد حكمتوا يعني في افريقيا كتير يعني تعرضتوا لمواقف صعبه عموما الضغوط الضغوط بتبقى انت كان ليك موقف تهالف في تونس مع الترجي كنت بتحكم ماتش ترجي كابتن ايمن الاول انا حكمت ماتشين انا حكمت ماتشين ديربي الترجي والنجم الترجي والنجم حكمته مره مع الكابتن عصام عبد الفتاح ومره مع الكابتن سمير عثمان يعني تمام. الديربي فطبعا مش عايز اقول لك يعني الضغط بيبقى توانسه انا عارف جمهور مش عايز اقول لك مش يعني انا مثلا كنت بلعب في ماتش في النجم والترجي ومش عايز اقول لك الضغوط رهيبه يعني الضغوط رهيبه لازم تتعرض لموقف صعب في الملعب بتتصرف ازاي انت في ماتش الترجي ده جمهور يعني هاجمكم وبتقلي حدف عليك انت شخصيا لا هو انت عايز تجيب القصه دي ده الكابتن سمير قال لك اكيد لا هو في الحقيقه في نهايه المباراه كان النجم الساحلي كسبان كان كسبان 1-0 يعني ايوه بركله جزاء يعني صحيح احتسبها الكابتن سمير وعثمان يعني فهم بيحدفوني بالعمله المعدنيه اللي عندهم فابتدت ايه الماتش قرب يخلص فعمالين يحدفوني بالعمله فكل شويه تيجي فيا فالمهم جاء طبعا ايه بقيت عماله تيجي من جنبي وانا بقيت بصراحه لان العمله هتيجي مثلا في دماغك فالحمد لله عدى الموقف يعني على خير والحمد لله خرجنا على خير الحمد لله على سلامتك الله يسلمك كابتن ناصر اتفضل هو تسمح لي بس حضرتك يمكن سريعا بس حديث عشان حديث نقطه مهمه جدا وهي المودرن فوتبول تحكيم او كره القدم الحديثه حضرتك يمكن دايما بيتكلم على الدعم النفسي مهم جدا ولكن النهارده بنتكلم في حاجه مهمه جدا ازاي تجيب الحكم قبل المباراه وتقعد وتجيب المباراه اللي هو هيلعبها حاجه بتتكلم انت كلجنه حكام تجيب النادي الاهلي مثلا هيلعب النادي الاهلي مع نادي الزمالك بتجيبه وبتخليه يقرا يشوف المباراه النهارده التحكيم الحديث انك انت تقرا قراءه لعب وطرق واسلوب الفريقين عشان تبدا انت كحكم تعمل استراتيجيه على هذا الكلام يعني انت بتجيب المباراه بتشغلها وبتشوف المباراه ديت كحكم وبتشرح للحكم ازاي يتحرك وازاي يبقى عارف طرق النادي الاهلي بيلعب بأني اسلوب النادي الزمالك بيلعب بأني اسلوب وبالتالي انت كحكم كمان ليك استراتيجيه صح ما بتشتغل عليها النهارده التحكيم النهارده مش بقى اي حاجه النهارده التحكيم بقى علم بقى قانون بقى تدريب بقى ناحيه فنيه ناحيه بدنيه ناحيه نفسيه مهمه جدا جدا كوكتيل حاجات جدا جدا عشان الحكم يبقى حكم يصلح ان هو واللي وصلت له من خلال لقاء بحضراتكم ان احنا في مقدمات تبشر بانه الموسم لما يعني يبتدي او يستكمل مره ثانيه كل المقاومات جاهزه انه نكون امام موسم تحكيمي على اعلى مستوى الكابتن وجيه مش مجامله ولا حاجه هو طبعا صديق ليا ومحاضر زميل ليا والدكتور عزب يمكن دفعتي هم طبعا لم يكلوا ابدا ولم يأنوا في ان هم وقفوا مع الحكام بشكل كويس قوي 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 في الفتره اللي فاتت احنا النهارده
دور الحكام المفروض النهارده استاذ احمد دور الحكام يرد على كل اللي اتعمل قبل الموسم الحالي من تدريبات. نتمنى ان شاء الله النهارده وده اللي بنتمناه ان شاء الله. كل التوفيق لكل حكامنا. والحقيقه يمكن زي ما قلت واحد من اهم عناصر تطوير منظومه الكره في مصر بشكل كبير. نتمنى الحقيقه انه يكون موسم اكثر استقرارا. واعتقد يعني انه كل المؤشرات بتقول حتى مع وجود الفار انه ان شاء الله باذن الله مش هيبقى في مشاكل على اقل تقدير من الناحيه التحكيميه. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا كابتن ايمن دجيش، كابتن ناصر عباس، شرفتونا ونورتونا في السادسه. كل التوفيق لكل الحكام المصريين. بشكر حضراتكم على متابعتنا ونقابل حضراتكم بكره ان شاء الله في السادسه مساء بتوقيت القاهره.